شكون يحكم هو اليوم؟ احنا فما سؤال ما شكون يحكم اليوم؟ يوسف الشهاد يحكم؟ انا ما نتصورش يوسف الشهاد يحكم. فما حكم مبني على اساس الرأسين نتاع زوز احزاب بيجي والغنوشي، رئيس الجمهوريه سي البيجي وسي الغنوشي، والبقيه الاخرين يطبقوا ساعات يتغشوا، دونك يزم شويه وقت باش يطبقوا اللي قروه يفسروا لهم في الاخر بجره قرم ما ينحي رئيس. تو مازال ما فهمناش علاش طحى يوسف حبيب الصيد والتبديل شنو اللي جاب دبوي يا اخي راشد الغنوشي. سامحني معناتها انت ترى انه اليات اشتغال نظام الحكم بعد 2014 مش واضح وما ركزش على اصلاح الوضع الاوضاع البلاد. اراده مش نقول لك تركيز المؤسسات، ما زدنا ركزنا حتى مؤسسه. هل معقول؟ هل معقول انه ما عندناش محكمه دستوريه ثلاث سنين من بعد؟ هل معقول ان مجلس اعلى القضاء عدينا ثلاثة سنين وبعد ركزناه وما عطيناش حتى بيرو باش يخدم؟ هل معقول انه حتى هيئة مستقلة ما ركزناها بخلاف الهيئة اليتيمة اللي زي اللي حبوا يكسروها اللي ركزناها احنا من قبل؟ حتى هيئة الانتخابات المحلية كان مش ضغوطات رهيبة من الداخل ومن الخارج، وحطانا في ليستات نوار وبريس كده ما باش قلنا يا سيدي نقبلوا اي نعملوه، ما كانوا ما نعملوهمش انتخابات بلديه. هذايا في الجانب السي معناتها في الجانب القناعه للذهاب بقدمه.